مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، كما كتبعوا من قلب وسط او قلب المدينة، شارع محمد الخامس، يعني من بين اشهر الشوارع في العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية. اللي كيف ما كتشوفوا الحالة الكارثية ديالو بعد سرقة البلوعات الحديدية الظاهرة بطبيعة الحال اللي اللي بانت مؤخرا، ولاو هاد الناس اللي مو كيما سميناهم حنا بين قوسين باردين الكتاف كيشفروا هاد البلوعات الحديدية، وكينساو انه يقدر شي واحد اللي يطيح وقدر انها تسبب في حادث سير خطيرة، لان هنا كيدوزو الدرجات النارية والهوائية، يقدر شي واحد يخشى ليه الرويدة ديالو هنا الله يستر ويقدر يطيح. يعني هاد تسبب في الحوادث ديال السير وهادشي كامل هما ما مسوقينش ليه، يعني ما كيبانش ليهم وما كيشوفوش، وكيشوفو انه خصو غير يدبر على راسو. يمشي يبيع عاد الثمن ربما ديال الله اعلم 30 درهم ولا 40 درهم، وما سوقوش في المثال انت واش طايح ولا دير اكسيدون ولا هادي، وفقوا في حاجه واحده وانه خاصو يدخل نهار. كما كتشوف انا مشيت لبلاصه اخرى، والحالة الكارثية يعني، وهنا راه وسط المدينة، ملي كتجي وسط المدينة هي أكثر بلاصة خصها تكون نقية، كي للأسف هاد الناس مسوقينش هاد الشي. كهمهم غير راسهم، يعني باش يمشي يبيع واحد 30 درهم 40 درهم ويسوق الخول مسلم، ولا الخول المغربي اللي يقدر انه يطيح، ويقدر انه راجل كبير مثلا تخشى ليه رجلو تما، ولا دري صغير حتى هو تخشى ليه رجلو تما، فهادشي هو مسوقش ليه، ما سوقوش هو، وخصو هو يبيع يجيب نهار وانت دبر راسك طيح زلاق موت غير مهم. اذا كيف ما كتبعو مشاهدي شوف تيفي، هاد اللحظات أجواء استثنائية من قلب شارع محمد الخامس بالدار البيضاء. كنتمناو رسالة للسلطات الأمنية باش يتم القبض على هاد الباردين الكشاف اللي كيقوموا بمثل هاد الأفعال.